جاءت ميليشيا الانقلاب إلى تعز، وفي جعبتها جملة من الخطط والتكتيكات العسكرية ركزت في مجملها للسيطرة على التباب والجبال المسورة للمدينة. مثلت التلال والمرتفعات والجبال المحيطة بمدينة تعز ووسطها هدفاً استراتيجياً أول أمام الميليشيا الانقلابية باعتبارها مفاتيح التحكم والسيطرة على الأرض وملاذاً آمناً لمقاتليها وآلياتها العسكرية، وذهبت للدفع بكل قوتها من أجل تحقيق سيطرتها على أغلب المواقع المهمة في المدينة عدا جبل جرة الاستراتيجي. كان الهدف الرئيسي لهم السيطرة على التباب المسيطرة والمطلة والمتحكمة على المداخل والمخارج سواء في المدن أو المواقع الاستراتيجية. فلا يهمه كان في هذه التبة يعني بنية تحتية، محاكم قضائية، مؤسسات حكومية، شركات خاصة، عمارات، بنايات، حق ناس، حق أفراد، حق عوائل. في الأخير هو ينظر من منظور عسكري، ما الذي يحقق له السيطرة والتحكم ويعني سد المنافذ وإحكام الحصار على المقاومة. بغض النظر تكون بيت أحيانا فلل، بيوت لأشخاص، مقر لشركات، مباني لمحاكم، مباني لمؤسسات، فيسيطر عليها تماما، وبالسيطرة عليها يخليها من ما نقول الأدبيات والأراشيف والمخازن والكذا الموجودة في داخل هذه البناية، يخليها منها تماما. وإذا لم يستطع أن يسيطر عليها يعني يحاول بكل قوة وبكل سلاح الموجود لديه بقصفها وتدميرها وإنهائها، لأنه يعرف أنها قد تشكل عليه خطورة في عملية تقدماته. مثلا تماما ما حصل لجبل جرة، جبل جرة هو يعرف أنه مكان استراتيجي. على أطراف مدينة تعز الشمالية والشمالية الغربية يقع جبل جرة، يمتد من منطقة عصيفرة شرقا حتى جبل الدفاع الجوي غربا، تتخلله سلسلة من التلال والتجمعات السكانية المتناثرة. تكمن أهمية الجبل بكونه يمتاز بموقع استراتيجي متحكم بالمدينة، استخدمته قوات الحرس الجمهوري سابقا لقصف ثوار فبراير في ساحة الحرية بأحداث لا زالت شواهدها عالقة في ذاكرة الثورة. جبل جرة أصلا منطقة حساسة، أصبح مشرفة على عدة اتجاهات في المدينة، وهم شوش يعملوا، لأن قد أخذت التجربة الأولى يوم حق حركة 2011، لأنه كانوا هم عليه مهيمن على مسمو المجمع القضائي، فلعب دور كان يعني ما قال يضرب شرق وغرب. وهذه خطة برضو يقول لك إن جبل جرة منطقة حساسة، فإذا استولينا عليه ممكن نستولي على مدينة تعز، لأنه مشرفة على عدة اتجاهات، جهة برباشا وجهة الحوق ومسمو وادي عصيفرة وكله، لأنه أصبحت موقع لها دور في المنطقة. جبل جرة مدخل رئيسي من مداخل المدينة من الناحية الغربية والشمالية الغربية، وأيضا بالسيطرة على جبل جرة كان يمكن أن القوات المعادية أن تسيطر ناريا على مدينة تعز بالكامل، ويعتبر سقوط جبل جرة هو سقوط لمدينة تعز بالكامل، لأنه بقية المداخل وبقية المرتفعات وتباب المطلة هي بيد العدو، بيد الحوثيين الانقلابيين. شباب الثورة عانى كثيرا من هذا الجبل في 2011،
كانت التجربة مريرة لأنه كانت تأتي منه تأتي قذائف الدبابات والمدفعية إلى حي الروضة وساحة الحرية وإلى المستشفى الميداني وإلى عدد من الأماكن، وبالتالي أصبحت السيطرة على الجبل مسألة حياة أو موت. كانوا مستميتين على جبل جرة لجل إطالته، لأنهم ب 2011 كانوا بجبل جرة، كان قيران، فهم الآن مركزين على جبل جرة. حين قدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية لاجتياح مدينة تعز، بدأت المواقع تتساقط أمامها الواحد تلو الآخر، ما شكل عامل اطمئنان لها، فاعتبرت جبل جرة بحكم الساقط مسبقا، ولم تحشد قواتها إلى محيطه في بداية الأمر، بل اكتفت بإرسال عدد من عناصرها للسيطرة عليه، الذين ما إن جاءوا للتقدم صوبه حتى بدت أمامهم أحداث قلبت كل التوقعات. عند بدأت الميليشيا لغزو هذه المناطق وخاصة المناطق الاستراتيجية داخل محافظة تعز، هم طبعا كانوا يعتبرون بأنهم سيسيطرون على المحافظة بوقت وجيز أو متى ما يشتوا، أنه قد جاهز، يعني خطهم جاهز وأنه لن يجدوا مقاومة ولن يجدوا من يقاومهم. طبعا أتت أطقم عسكرية محملة بعساكر وعتاد إلى منطقة الأربعين هنا تحتنا في شارع الأربعين، وكذلك سيارات صغيرة، فطبعا جلسوا على أعتقد كانت استراحة محارب لهم، بعدين يستعدوا لطلوع إيش لطلوع الجبل، طلوع جبل جرة. عندما وصلوا طبعا كما نعلم أنه الميليشيا لن تغزو إلا بناس معتوهين، وكما نعلم بأنه ما أدري أنه أعتقد بعض الشباب وجدوا بعض الأفراد كانوا طالعين الجبل، بسم الله الرحمن الرحيم، رفعوا المقاطب وطالعين إيش اتجاه جبل جرة، فكان هناك بعض الشباب المقاومين بدأوا يتحادثوا معهم من فوق الجبل ويوقفوهم، يوقفوا على أساس أنه يوقفوا الزحف اتجاه الجبل، إنهم كانوا مصرين على إيش على الصعود إلى الجبل، طبعا كانوا مصرين على الصعود للجبل، فطبعا كان هناك تحذير لهم بعدم الطلوع إلى الجبل، وكانت كبداية شرارة طبعا لهم، بداية مواجهة، فأصروا على أنهم إيش يطلعوا، وكان في عندهم عدم مبالاة حتى بالصعود الجبل، وعدم مبالاة حتى بالمسلحين الذين إيش فوق رؤوسهم من أعالي جبل جرة، فطبعا فبدأوا يدون الصرخة من الأربعين من تحت، والشباب تحتهم في الأربعين، فبدأوا يطلقون بعض الأعيرة النارية، فكان الرد طبعا من الشباب المتواجدين في التباب المحيطة بالجبل أنه تم صدهم ودحرهم إيش من صعود الجبل. بمقولة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ذهب أبناء مدينة تعز إلى لملمة صفوفهم على هذا الجبل، أمر أثيرت على إثره حفيظة تلك الميليشيا وأخذتها العزة بالإثم، وتبنت عملية تحشيد عسكري ضخم لمحيط الجبل بإصرار واستماتة على إسقاطه. لن نقوم المقاومة بالشكل المطلوب، ولكن مجامع قليلة وصغيرة متواجدة في اتباب الجبل كحماية فقط، يعني من صعود، لأنه لم تكن هناك موجودة مقاومة أو دعم أو أسلحة نوعية، لم تكن موجودة، ولكن بأسلحتهم الشخصية هم موجودين طبعا من شباب الحارة لا أكثر، لم تكن هناك عملية منظمة. هجمات متكررة للميليشيا جميعها تلاشت على أطراف الجبل، فذهبت على إثره لتبني سياسة الأرض المحروقة من خلال تكثيف ضرباتها النارية بجميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بشكل جنوني من مختلف المواقع والأماكن المسيطرة عليها في وسط المدينة وأطرافها. جبل جرة هو يعرف
انه مكان استراتيجي، اذا لم يستطع ان يسيطر عليه فلا بد من تدميره وانهائه. ولذلك كان يدير شبكه نيران على الجبل على مدار الساعه، يعني لا تكاد تجد في الجبل كله منطقه ميته، يعني حتى موضع شبر اللي هو فيه قذيفه، اما رشاشه ثقيله، اما هاونات هاوزر بعشره، دبابات ربيجيات، يعني بمختلف من 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 جميع الطباب المطلة، من الكشار، من الدفاع الجوي، من تبت قاسم، من الزنوق، من الوعش، من سفتل، من الدمغة، من الأمن السياسي، من قلعة القاهرة، من جميع الاتجاهات كان يتم استهداف جبل جرة، وتدار على شبكة النيران على مدار الساعة، لأنه إما أن يسيطر عليه أو أن يجعله منطقة ميتة تخرج عن السيطرة ولا يستهدف منه. بدأت حرب وقذائف عشوائية أرهبت الناس وقتلت الكثير من الناس في أماكنهم وفي بيوتهم، وطبعا استهداف عشوائي كان، طبعا أصابوا الكثير من الإسماء، وطبعا هذه اللي حصل، فكانت على أساس أنهم سيرهبوا الناس وسينتقلوا إيش الناس المقاومين، سيخرجوا من الجبال أو سيتركون الجبال ويخرجون إلى خارج إيش الجبال، إلا أنه ظل الصمود وظل المقاومة. هكذا أصبح جبل جرة مسرح عمليات عسكرية غير مباشرة، وكل ما فيه تحت مرمى قذائف ميليشيا الانقلاب التي طالت المنازل والمساجد والمدارس، ولم يسلم من عبثها أحد. أمر أجبر السكان مغادرة منازلهم وهجروا منها بشكل إجباري، لا سيما أولئك السكان القاطنين في الاتجاه الشمالي الغربي والمجاورين لمبنى المجمع القضائي. أي منطقة وصل إليه الحوثة تركوا خلفوا بعدهم الخراب والدمار. بعض البيوت في جبل جرة لم يتبقى حتى الحجار من كثرة ضرب الدبابات والأسلحة الثقيلة إليها. كان الضرع عشوائي، وجدنا قذائف وصلت إلى بيوت طبعاً آمنة، طبعاً لا فيها لا مقاومين ولا شيء، ولكن أجبرتهم الظروف أن يظلوا داخل إيش داخل المدينة، لم توفر لديهم وسائل التنقلات أو كذا، مش قادر ينزح ولا قادر يتحرك. طبعاً هذا جانب، في جانب آخر بقى في بيته يقول لك يا حياة يا موت يا أنا إيش يا جبل جرة. البعض آخر اللي بقوا مقاومين ظلوا في بيوتهم طبعاً مقاومين، تحملوا كل الصدمات وكل شيء، منهم من كان يسعف، يعني يروح يقبر ابنه ويسعف الآخر ويعالج الزوجة ويرمم البيت على أساس يبقى فين في هذا الجبل. وكانت استهدافات طبعاً متعددة، قذائف كانت تطلق أحياناً عشوائياً، يعني يهدم البيت على رأس إيش على رأس ساكني، يعني أصبح كل كائن حي في جبل جرة يعتبر إيش هو مستهدف لأنه ساكن إيش في جبل جرة. كثير من البيوت في هذه المنطقة قد تهدمت، وهذه أضرار واضحة في هذا البيت، وأضرار أيضاً واضحة في البيت الذي أعلى منه، وأضرار في جانب الحارة أيضاً، في البيوت الجانبية أيضاً متضررة، وكثير من البيوت قد تضررت إما جزئياً أو كلياً. لا أرقد ولا أنام، القذائف لا أطمننا لا أرفع مننا، هدموا البيوت مع بس بيوت، طحنوا البيوت حق الناس، الناس شقوا باب السعودية وتبروا لهم محراب، تبروا لهم بيوت وهم طحنوا البيوت، الناس معوقين جانب ماتوا وجانب معوقين بالمستشفيات. لم تمر ميليشيا المخلوع صالح والحوثي من هنا، بل مرت صواريخها وقذائفها
وربما هذا المرور أشد ألماً من المرور الفعلي، فكل شيء أصبح هدفاً مباشراً لنيرانها ورصاصات قناصيها التي اصطادت قلوب الأطفال وأخذت أرواح الكبار بقصص تدمع العين وتدمي القلب. ساكنين آمنين في بيوتنا مستقرين، فجأة جاءوا هؤلاء الشيعية المجرمين هذين الحوثة يقذفوا علينا بقذائف هون هوزر وصواريخ. أنا مصاب طبعا مكون من قذيفة هون ب 2015، وإحنا خارجين من صلاة العشاء في المسجد فجأة جاءت لعندنا القذيفة، يعني قتلت واحد ونحن اثنين مصابين، أنا وصهيب يوسف هذا مصابين طبعا بقذائف بالفك حقي والهذا. كنا آمنين. هذه بنت قوبة قناصة، قناصة هنا بباب حق قناصة ديني عاد عرضي، ولا نقدر نداوي ولا نقدر نعمل لها أي حل. ودينا واحد شهيد استشهد بعد ما خرج هذه من المستشفى، وهذاك استشهد وبيت حقنا ما هقومة تيبي طالع كيني ما هقومة ببيت، ولا نقدر نداوي ولا شي، ولا معانا حتى حاجة نداوي ولا معانا شي. جرح عميق أحدثته ميليشيا الإنقلاب في هذه المناطق من جبل جرة، ولا زالت آثاره جاثمة على الصدور، فالديار مدمرة والمباني مهجورة والقلوب موجوعة. كنت آمن في بيتك مطمئن، وقت من أتى ليخرج ينكد عليك إيش معيشتك، خرجت يعني وأنا مش مقتنع بأن أخرج إيش الجهال من إيش البيت، فحاولت أن ألملم بعض الأدوات البسيطة حتى أننا أشوف لي مكان إيش سكن آخر. وكان عندي طبعا موقف صعب جدا أننا أنقل بيت، وكان خروجي من الحارة لأعود أصحاب الجهال ليعود أنا في شخصيتي لا إيش هذا الجبل، فكان الموقف صعب جدا عندما تأتي تخرج من إيش بيتك الذي سكنت فيها وبنيتها وتكلفتك يعني 30 سنة تشقي مشان تعمل لك إيش بيت، ويأتي إيش هذا الحوثي ليخرجك من بيتك. النفقة هم جانب الأرض المبقطات واليدين، وجانب يعني ظهورا، وجانب ما لا إنهم حال ولا إنهم ميتين، يعني كلهم اسم كرضحين، جانب بالمستشفيات، وجانب والله يعني ما بش خلاص ما بش أمان، يعني روحوا لنا الموت الأمريكي الموت الجزائري هنا أبو أمان وطحنا الناس. أنا الآن معاق، الفك حقي مكسور وشظايا بالهذا، ويدي ما أقدرش أشيل بأي شيء، وعيني توجعني برضو. أنا عندي الآن سعمل التواء بالشلل، يقولوا له الشلل الفكي، وبيوتنا مخربات كما تشوفوا، بيوتنا كل المخربات من قذائف الهون وكل شيء معهم، لا يفرقوا بشيء، يضربوا ضرب عشوائي. الله شجعل لهم، ما جعل لي قوم هود، ما جعل لي فرعون، ما جعل لي قارون، الله تعالى كريم، إن شاء الله أن ربي يجعل لهم ما جعل لي أبرهة وقومه بحوله وقوته، إحنا مكدين بعروته، إنه شختار خيرته، شحكم لنا من عنده، من كل إنسان، من كل إنسان معاند اليمن، اليمن يمن الحكمة، يمن السعادة، يمن العلم. وهذا يقول الموت الأمريكي الموت الإسرائيل كذابين يكذبون، هون اليهود، هون الأمريكيين، هون الإسرائيليين. أمام هذا الصمود الأسطوري لجبل جرة، حاولت ميليشيا الإنقلاب إيجاد ثغرة تمكنها من السيطرة على الجبل، وبالفعل استطاعت الولوج إلى محيط الجبل، ومن ثم قامت بصب جام غضبها من هناك على المدينة وأحيائها.